ودعته في أصدق الصلوات في وقت فجر أطهر الأوقات الناس يطلع فجرهم وأنا الذي طلعت علي من النوى ظلمات من بعد موتك يا أبي يمحو الأسى من يفهم الإحساس في نظراتي من يفهم الإحساس في نظراتي ماذا أقول بيوم فقدك يا أبي أبتاه فقدك كان فقد حياتي إذ أنزلوك إلى التراب تساقطت مني الدموع فذاك يوم مماتي قد كنت تبني العقل كنت معلما فضل المعلم فضل جيل آتي فضل المعلم فضل جيل آتي كنت الكريم وكنت قلبا طيبا كنت الحنون وصاحب الصدقات واليوم سرت إلى الرحيم فدعوتي أن يلتقيك بواسع الرحمات أن يلتقيك بواسع الرحمات أن يجعل الرحمن قبرك روضة إذ كنت بين الناس كالنسمات كل الذي قد كان يلقى والدي قد كان يحيى أجمل اللحظات الله ألقى حبه بقلوبنا والله يرفعه إلى الجنات سيظل ينزف خافقي دعواتي سيظل ينزف خافقي دعواتي وإذا فقدتك يا أبي في ذي الدنا ألقاك عند الله بعد مماتي هي دارنا دار الرحيل وكلنا نمشي إذا نمشي إلى التربات.